عليمة تشوف تي في أن الفنانة دنيا بطمة ما تزال ممنوعة من السفر بعد مثولها للمرة الثانية يوم الاثنين أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش رفقة شقيقتها ابتسام للاشتباه في علاقتهما بحساب عصابة حمزة مومبيبي. التحقيق مع دنيا بطمة ما زال مستمر ومن المنتظر أن تظهر خلال الأيام القليلة المقبلة العديد من المعطيات الخاصة بقضية حمزة مومبيبي والتي هزت رأي العام الوطني نظرا لخطورة الجرائم التي تورط فيها المنتمون لهذه العصابة ومن بينها التشهير والابتزاز والتجار بالبشر. وكان قاضي التحقيق بابتدائية مراكش قد قرر قبل أسابيع متابعة الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام في حالة صراح بتهم شبهة الابتزاز والمشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وبث أقوال وصور تمس بسمعة الغير دون الموافقة المبدئية للمعنيين بالأمر.